كانت مدينة طيبة لأنها تسكن وتنام بين جبل ونهر. هذا كان يعني مادة الطفولة تبعي وشكل اللي شكل روحي اللي خلاني أكتب شعر هو هذه المدينة البسيطة الطيبة بناسها وبعاداتها البسيطة بدون أي تعقيد، في حرية للناس، في كثير من الحب، وأهم شيء هو الحب اللي كان يجمع بين الناس. فعلا المرحلة هذه في الستينات كانت يعني مليانة خير، كانت الناس لسه لم تتشيئ، أيضا الوضع العام لم يكن أيضا على صعيد السياسي لم يكن يعني مرعب، لم يكن في ناس تختفي تروح وما ترجع، الحزن كان من الصعب أن يدخل إلى بيوت الناس، وإذا دخل سيجد الكثير من يتآزرون معه. أنا الملة اللي مريت بتجربتي السيئة معه كان ملة بمنتهى الطيبة وبسيط، بس مثله مثل بقية الناس ينفعل لأتفه الأسباب، يعني سلطة عليا، كان الملة مخول أن يتصرف مع الأولاد كما يشاء، وهذا ما سبب لي يعني شبه عاهة بالطفولة. الحقيقة هذا الحادث دفعني يعني ثمن باهظ، حتى أن تصورت أن ممكن أكون يعني عاجز طوال حياتي. دفعني الملة وأنا واقف أمامه إلى الخلف، فأصيب العمود الفقري تبعي، وبقيت أشهرا حتى أن الوالد أخذني إلى حلب كما أتذكر، واحتاجت إلى أشهر حتى تحسنت بعد المختلف من العلاجات والأدوية وحتى العلاجات الشعبية والمراهم، وهذا كان سبب إلى أنه ما استمريت طبعا في عند الملة، وهذا كان من حسن حظي. الأهل هم يثقون بالملة أولا، لهذا هم يأتون بالأولاد إلى الملة فيأخذون بكلامه، يأخذون كلامه على محمل الجد. عندما أصبت أنا بهذه الحادثة حاول هذا الملة المسكين، يعني هو رجل درويش يعني وفقير ويعتاش من خلال هذا الشيء، اسمه حتى كان هو عنده عاهة بقدمه، يعني اسمه الملة حمزة. الأهل كثير يراعون الملة، يعني له مكانة اجتماعية كونه هو مصدر من مصادر الدين يعني، وسطوته على عقول الناس. وخرجت من هاي التجربة إلى تجربة مشابهة هي المدرسة الليلية لتعلم القراءة، وأتصور هذا جاء من كثرة الأمية الموجودة في المجتمع. في هذيك المرحلة كان في ناس ممكن أنه ما يدخل المدرسة نتيجة ظروف وأسباب إلى آخره، وبالتالي كانت هذه جوانب ممكن تعوض عن المدرسة. الحالتين أنا لم أستفد منهما، معلمي الأساسي كان هو الشارع ولافتات الشارع، الحارة كتبت على أرصفتها، كتبت الحرف الأول وقرأت الحرف الأول، هذا معلمي أنا أتصور يعني. الحقيقة يعني أنا يجب أن أخذ جائزة بالمهن الكثيرة التي عملت بها، لم أترك شغلة، لأني أنا كانت روحي في الصغر تضيق بالأمكنة، يعني أشوف أولاد اللي هن بنفس جيلي هن يذهبوا إلى المدرسة وأنا أذهب إلى العمل، فكانت دبعتي ترافقني طوال الطريق. اشتغلت مكانيك، اشتغلت نسيج كراسي قش، اشتغلت عند بائع الكبدة أو مثل ما نسميه الفرافيش، اشتغلت عدة مهن دهان، ولكن روحي كانت لا تستقر في الأمكنة اللي تحد من روح الطفل. كنت أبني الحرية، أنا حسيت أنه أنا طفل في شيء يشتغل في روحي. روحي يبدو كانت يعني أقرب إلى الحرية نتيجة التضييق اللي
كان حاصل. المهنة الأساسية اللي استتبيت بها كانت مهنة صيانة الأجهزة الإلكترونية، هي المهنة اللي أتاحت لي التواصل مع مناخات كانت جديدة على الطفل وعلى الشاب وعلى الرجل، وهي التي أغنتني حقيقة وكونت شخصيتي وأحلامي ومناخاتي وعلاقتي بالشعر والسياسة. أنا كنت محظوظ حقيقة لأنه أتيح لي أن أتعلم وأحتك بكثير من المثقفين من مدينة دير الزور. الرجل الذي كنت أشتغل عنده في هذه المهنة، مهنة شو اسمه، كان إنسان فنان رسام ويشتغل في 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 التمثيل. يعني كان في دير الزور هنالك نادي للفنون، وهذا النادي كان الأغلب يشمل الشعراء والقاصين والرسامين والممثلين، فهم يأتون إلى هذا المحل ويتحاورون. وأنا كطفل كان في هنالك يجذب ذهن الطفل إلى الأشياء لم يكن يعرف عنها شيئا أو القليل جدا. هذا كان ممر إلى الشعر، ممر إلى تجدير القراءة، ممر إلى أنه أنا أحس أنه أنا في شيء آخر غير الأشياء الموجودة بالحارة اللي أنا كانت تحس في نفسي، اللي هي أنه غيابي عن المدرسة والناس اللي يروح على المدرسة. يعني في وقت قصير بلشت أكتشف أنه هنالك في شعر جاهلي، في ملاحم شعبية مثل عنترة، مثل ألف ليلة وليلة، سيف بن ديزن. يعني كثير من المسائل تفتح يعني عقل هذا الطفل عليها لم تكن متوفرة لمن هم في عمره. كتابة الشعر حقيقة هي ليس لها عمر محدد، لأنه صار في نمو مثل ما تنمو الشجرة. يعني تشوفها قدام عينك تنمو وتكبر إلى درجة أنك بعدين تقول أنها صارت الشجرة. كتبت أنا في الطفولة ما كنت أعتقد أنه شعر. مع الوقت صار عندي وعي وإدراك أنه الشعر يحتاج أيضا ما يحتاج، فتعلمت الأوزان، تعلمت النحو، صرت قادر على أن أكتب شيئا له علاقة بالشعر. وبهذا الوقت تسعت دائرة علاقات الصداقية، وكنت أمر في مرحلة المراهقة إلى الشباب، فتجذرت معرفتي بالشعر بشكل حقيقي، إلى أن دخلت إلى مناخ آخر جديا. بلشت أحس بذات ذات الفرد اللي هي جزء من المجموع العام. بلشت أحس بمعاناة الناس، أدرك أسبابها. كان من الممكن أن أقول لك صباح الخير دون أن أسمع بكاء أحد. للغوطة تفغر ولا تولول عفرين. كان من الممكن أن تتجمل قصيدة الحب بك لو توقف الصغار عن الموت. في تجربتي السياسية كتبت أنا شعرا، كنت أتجنب، يعني في هنالك مقولة كثير أثرت على مفهومي للشعر، هي أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق للعظيم الجاحظ. هذا ما دفعني إلى أن لا أكتب إلا ما يجب أن يكتب، بمعنى أن الفن هو الكيف وليس المعنى. وهذا ما جنبني كثير من المزالق لاحقا وقت عملت في السياسة. هذه التجربة يعني جذرت علاقتي مع هذا الفن اللي هو الشعر. أصبحت يعني أدرك تماما ماذا أريد أنا من الشعر وما هو الشعر. وهذا احتاج إلى قراءات كثيرة، بدءا من الشعر الجاهلي إلى الشعر المعاصر، التمييز بين المدارس الشعرية، بين العمودي وقصيدة التفعيلة، مرورا بقصيدة النثر اللي هي أصبحت يعني
هويتي الأساسية. إذا كنت تريد أن تكون مميزاً يجب أن تعرف. المعرفة هي يعني هي صقل للموهبة. ولحسن حظي توفرت عوامل كثيرة ساعدتني. هو المحيط اللي كان هو بدءا من الأصدقاء اللي هم من الطفولة إلى الشباب إلى الرجولة إلى يعني ما تميزت فيه أنا كشاعر يعني في مدينة دير الزور. وطبعا أقمت أمسيات عديدة في كل إلى أن سقط الحلم بالتغيير، فاضطريت إلى الخروج خارج سوريا. وهنا تأتي مرحلة ألمانيا. في ألمانيا كانت تجربة الكثير غنية، مع كل ألم المعاناة. أنا علاقتي بالمكان كانت يعني علاقة كثير خاصة. لم أكن أتصور أنه أنا قادر أن أعيش خارج سوريا. وطبعا دفعني إلى كتابة الكثير من الشعر، إلى المرحلة اللي أكثر نضجا، لأنه أنا كتبت يعني فيها أجمل ما كتبت، هو مرحلة الثورة. خلال 10 سنوات كتبت ما يقارب 30 كتابا، يعني الأغلب ما زال مخطوطا. الأشياء اللي كثير ميزت في هاي التجربة أنا لم أكتب عن المدينة اللي عشت فيها، لأنه كنت أنا موزع ما بين الهنا والهناك، فكنت مستلب من المكان الأول، كان يأخذ كل اهتمام الشاعر والإنسان. كان حلمي بين يدي، يعني الثورة كانت تمثل حلم الطفل وحلم الشاب وحلم الشاعر وحلم الغريب. عامها 7 عامها 1,000,000، كل روح وردة والحرية بستان زهور. الثورة حطام الحياة اليابسة، الحرية نهر مكسور الجناحين. قال الولد: أريد أمي بحليبها. قالت الأم: أريد طفلي كاملا بعينين ويدين وقدمين وروح.